بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك أحب إلى أبينا
يفلح الظالمون.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما مكرهن
بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا
فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ردت
إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون
أنا
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن
فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي
وتفصيل كل شيء.